الفنية التي بصمت بأعمالها عالم الدراما. هي اسم فني بارز لمعت في أدوار متنوعة ومتميزة في العديد من المسلسلات. كرمتنا الليلة الفنانة القديرة سعاد. شكرا لكم جميعا انكم شاركتوني هذا التكريم وشاركتوني هذا الاحتفال، وانا سعيده اني تنتكرم في مهرجان الدراما التلفزي بمكناس. شكرا لجمعيه العرض الحر السي محمود بن الحسن على هذا الاعتراف وهذا التتويج. سعيده طبعا، سعيده لهذا المسار الفني الذي يعني كنت دائما حريصه ان اكون في مستوى اعمالي، حريصه ان اكون في مستوى الجمهور، حريصه ان اقدم اعمال فنيه تحظى بالاعجاب وبالتقدير، ويا ربي يوفقني دائما. وشكرا لكم انكم وكبتوا التكريم. هما مهرجان مكناس دائما ملتفت للرواد، لان كل سنه كيكرم الرواد، وكنظن ان بالرواد باش حنا كاينين، لانهم هما الارضيه، هما اللي خلاو لنا الاشياء سهله، لانهم اللي عطاونا هذا الشيء كامل باش حنا نكونوا استمراريه لهم. شكرا لروادنا كاملين، الله يعطيهم الصحه واللي مات الله يرحمه، وكنقول لكم مهرجان طيب. مسيرة فنية لأكثر من 40 سنة جمعت بين مرحلتين، مرحلة النواة ومرحلة الاحتراف. كرمنا الليلة الفنان القدير أحمد النجم. وكانت لي كضمن التكريمات اللي كانوا دازوا، أنا تقريبا عاد مؤخرا داروا واحد التكريم هذا، فمزيان يعني، غير ما يكونش محتصر على واحد ولا جوج، يعني دير الدورة، يعني كاينين الناس عاوتاني اللي يستحقوا التكريم، عنده 50 عام، كاين اللي عنده 60 عام ديال الميدان ومشى ومساكن عند الله. فأتمنى الحمد لله دابا يعني سيدنا الله ينصرو، يعني قايم بالواجب ديالو وكيتهلا دابا في الفنانة، والوزارة حتى هي وزارة الثقافة والإعلام حتى هي كتقوم بالواجب ديالها. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.